إنتاج وتوزيع الملح ومحافظة على القيمة الإيكولوجية للملاحة العرائش. مشروع ديال إعادة الروح أو إعادة الحياة للملاحة العرائش هو مشروع في الحقيقة مشروع مدمج. أولا هو مشروع عنده طابع تراثي، اعتبرنا كنتواجدوا في واحد كتواجد باعتبار تواجد ديال الملاحات العرائش في واحد المنطقة اللي عرفت الاستيطان ديال البشر منذ عهود تاريخية قديمة. ادل على ذلك الموقع الاثري الشهير لكسوس، مجموعه من النقاط الاثريه التي لا زالت لا تكتشف. المشروع ديال اعاده تهيئه او اعاده الروح لملاحه العرائش او ترميم ملاحه العرائش هو مشروع ديال المجموعه المغربيه لحمايه الطيور المهاجره او غريبوم، مشروع قديم. مؤخرا تم ايجاد مجموعه من مصادر الدعم لهذا المشروع. هذا مشروع كبير كما قلت مشروع مندمج، وبالتالي كيقتضي كيجيب لها مجموعه من الاشكالات والاكراهات اللي كتعاني منها المنطقه، وبالتالي كيقتضي واحد النوع من التمويل والتمويل الخاص. المشروع لقى الصدى ديالو ولقى اقبال عند صراحه عند السيد عامر صاحب جلاله الاقليم السيد مصطفى المحي عبر الدعم الكبير اللي قدم له عن طريق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عندها فضل كبير في انطلاق اشغال هذا المشروع. هذا المشروع كما قلت هو مشروع مندمج كيهدف بالاساس الحفاظ على القيمه والتنوع الايكولوجي والبيولوجي ديال سافلات حوض اللوكوس المصنفه في القائمه العالميه المعروفه برمسار تحت عدد 1475 كوحدة من المناطق الرطبة المتميزة عالميا. أيضا المشروع هو عنده بعد اجتماعي، بحيث أن مجموعة ديال هذا الموقع هذا كيوفر واحد مجموعة ديال مناصب العمل، مجموعة ديال أرباب العائلات اللي كانوا خدامين مع الشركة القديمة ديال الملح، وبالتالي عملنا على جمع مناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة. أعطى انطلاقه ديال الاشغال ديال التهيئه ديال ملاحه العرائش. التهيئه ديال الملاحات فيها مجموعه من المراحل، حنا في المرحله ديال الدراسه والمرحله ديال الاعداد التقني والسؤال النقل الاداري ديال المشروع. حنا في المرحله ديال التدخل الميداني. المرحله الاولى هي المرحله ديال التنقيه او ديزيرباج ديال لي باسان ديال الفابوغاسيون ديال يعني ازاله النباتات. ازاله النباتات اللي تجمعات في الاحواض ديال السيركيلاسيون ديال الماء ديال الممالح اللي كيطلع من الواد. من بعد ذلك في نفس الوقت اون باراليل كنخدموا على الحد من الفيضان اللي كيطلع من الواد في الساعه ديال المد ديال البحر من الجهه ديال لي باسون ديال كريستاليزاسيون ديال الملح والاحواض اللي كتكون فيها الملح. سيعقبه وبعد ذلك تجهيز الفضاء بمجموعه من التجهيزات اللي غتساعد عمال انتاج الملح على العمل ديالهم، ونوفروا الارضيه الصحيه للعمل، منها الموتور ديال البومباج اللي كيعاونهم باش يطلعوا الماء، منها بعض التجهيزات اللي كتستضيها الاحواض كتقضي على العمليه ديال الوضعيه اللي لقيتوا عليها الملاحات بعد توقف الاشغال السابقه. صراحه الملاحات تابوندونات هذه واحد ما يقرب من 8 أو 10 سنوات، وبالتالي حنا جبرناها الى حد ما باقا الاحواض وباقا نفس مسار دوران المياه ديال انتاج الملح، نفس المسار باقينهم هذوك كيقولوا لهم الاساسات او ديك الخطوط ديال اللي كيفرقوا بين الاحواض ديال انتاج الملح باقا هي. وبالتالي حنا حاولنا هذاك ما وجد على حالتهم وباقي محافظ على الحاله ديالو. الهدف كما قلت هو اننا هذه المنطقه نخليوها بنفس اولا المنظر المورفولوجي ديالها الانتاجي ديال الملح، وايضا بنفس المنظر اللي حافظت عليه. كنقول انه مشروع مندمج، انه مشروع كيجيب كما قلت في الاول مجموعه من التساؤلات والاكراهات اللي كتعرفها المنطقه، وفي نفس الوقت هو مشروع كيحاول يجسد بالواقع الملموس التزامات ديال المغرب بصفه عامه عند انخراطه في العمليه ديال
تسجيل تسجيل المناطق الرطبه ديالو في قائمه ديال رمسه لجملتها استغلال هذه المناطق هذه في تنميه محليه مسؤوله. وبالتالي فالملاحات غادي نحاولوا انها تكون واحد المنتزه ايكولوجي للساكنه اولا بلاد العرايش باش يتعرفوا على المؤهلات الطبيعيه والمؤهلات الثقافيه ديال السافلات حوض لوكوس عندما صب النهر. وايضا غادي نحاولوا سيتم احداث في المستقبل القريب مركز للتثمين الايكولوجي لملاحات العرائش اللي فيه غادي نحاولوا نعرضوا التراث الثقافي والطبيعي ديال هذه المنطقه. هذه ملاحات العرائش هي واحد البقعه ايكولوجيه بالدرجه الاولى اللي كانت مخصصه لانتاج الملح. توقفت هذه واحد المده ديال 8 سنوات نظرا لتغير او الاكراهات على خاطر الشركه القديمه ديال انتاج الملح. هذه المده هذه بطبيعه الحال اثرت ايكولوجيا وبيولوجيا على هذه المنطقه هذه باعتبار انه واحد المجموعه ديال الاحياء المائيه مجموعه ديال الطيور المهاجره اللي كانت عندها ارتباط وثيق بهذه المنطقه هذه خلال وكتعتبر احدى المحطات ديالها في المسار ديال الهجره ديالها السنويه سواء من الشمال للجنوب او من الجنوب للشمال. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الوضعيه العامه ديال الملاحات في علاقتها بانتاج ماده الملح الى حد ما اجبرناها بقى مزيانه وممكن التدخل فيها بالترميم والمحافظه على الشكل ديالها الاصلي كما كانت كتنتج عبره هذه الماده الحيويه. نعم بالنسبه للانواع ديال الطيور اللي كانت كتعيش يبغي يعرف المتتبعين ديالنا انواع ديال الطيور اللي كانت كتعيش هنا. بالنسبه لانواع الطيور هناك مجموعه ديال الطيور اللي كانت كتعيش في السافله ديال او كتنزل في السافله ديال حوض اللوكوس خصوصا في منطقه الملالح. وفي هذا الاطار هذا يمكن نرجعوا للدراسه اللي اعدها الاستاذ الدكتور السي محمد الداكي رئيس المجموعه المغربيه لحماية الطيور المهاجرة في المغرب والدراسة اللي خاصة بتعريف بالمواقع أو المناطق الرطبة في المغرب المصنفة ضمن قائمة رمسر. فيها واحد القائمة طويلة عريضة ديال مجموعة ديال أنواع الطيور اللي كانت تعيش في المنطقة هذه بالمميزات البيولوجية ديالها بالمسار ديال الهجرة ديالها بجميع المعطيات المتعلقة بهذه المجموعة. نعم إذا فيما يخص الاستغلال والحماية ديال الموقع الإيكولوجي باعتبار أنه كيتوج على الطريق الرئيسي، يعني واش غيتم التسجيل ديالو أو على استغلاله بطريقة جديدة وكذلك إحداث يعني متحف للتراث الإيكولوجي يعني المتعلق بملاحات العرائش. نعم هو كما معروف أن التدخل في المناطق والمساحات والفضاءات اللي عندها قيمة إيكولوجية وبيولوجية هو يقتضي انضباط لمجموعه من المعايير البيئيه في التدخل. هذه المعايير في جملتها كتحاول تحافظ على القيمه الطبيعيه ديال الفضاء. وبالتالي فمشروع ديال ملاحات العرائش هو مشروع سيحاول في نسبه متقدمه من تدخلاته مراعاه هذه المعايير الطبيعيه ومحاولات استغلاله في مختلف الأنشطة المتعلقة سواء بالسياحة الإيكولوجية أو بإنتاج الملح بطرق تقليدية بطرق يحافظ من خلالها على قيمته الإيكولوجية والبيولوجية.